رقم 4 مضروب ضرب اعتيادي في الفكتور A كليتهم دوت B. نقدر هذا الثابت نطلعه خارج الدوت برودكت بحيث يصير D وحد والـ A دوت B جهة أخرى بين قوسين. والنقطة رقم 5 أي كم أي فيكتور نسوي له دوت برودكت ويا الصفر النتيجة صفر. نفس عملية الضرب الاعتيادي بالالجبريك. أي رقم نضربه في صفر النتيجة صفر. هنا أي فيكتور نسوي له دوت برودكت النتيجة صفر. نجي للكروس برودكت. الكروس برودكت كنا بالدوت برودكت النتيجه سكالر، هنا النتيجه شنو؟ فيكتور. النتيجه اللي هي فيكتور is orthogonal vector A cross B is orthogonal متعامل to both A and B. شنو هاي الملاحظه؟ يقول النتيجه الفيكتور اللي ناتج عن عملية الكروس برودكت بين A كروس B يكون عمودي على المستوى الذي يحتوي A و B. شوفوا الرسم، لاحظوا الرسم، الرسم واضح عندكم، الرسم واضح عندكم. A كروس نتيجة باتجاه Z موجب Z يكون عمودي على A وعمودي على B. شنو قانونه إذا تذكرون؟ magnitude of A cross B يساوي magnitude A في magnitude of B في ساين الزاوية الثيتا. بس إذا شلت magnitude لازم أخلي هنا إذا قانون A sub N unit vector العمودي على two vectors. ملاحظة نخليها باللون الأصفر، جاي أقول لك إذا vectors A و B are parallel شلون أشوفهم متوازين؟ واكو سؤال عليا جايب لكم اياه، اروح اشيك شنو الكروس برودكت. اذا نتيجه الكروس برودكت تساوي صفر هذا التو فيكتورز ايش بيهم؟ بارالل. اعتقد اكو سؤال رياضي الهوم ورك العام يخص هاي الملاحظه. شو وقت اشيك انه بارالل اسوي لهم كروس برودكت؟ اذا كانت النتيجه صفر معناه برودكت. لما هسه قبل شويه بالدوت برودكت اذا النتيجه صفر معناه متعاقدين. هاي ملاحظات الكروس برودكت. هنشوف البروبرتيز. قبل شويه بالدوت برودكت قلت عمليه الدوت برودكت هي عمليه ابداليه، بينما كروس برودكت هي ليست عملية ابدالية. A كروس B لا يساوي B كروس A. A كروس B يساوي ماينس B كروس A. انتبه ماينس. واصعد للرسم. لاحظ A كروس B هذا A كروس B. وين متجه مالته؟ نحو البوزيتيف Z. بينما B كروس A وين المتجه مالته؟ نحو الأسفل. يعني اكو اشارة ماينس. صحيح الماجنتيود نفسيته المقدار نفسيته بس عكس الاتجاه. زين بعد ايش عندي؟ اذا ضربت الثابت نقدر نطلع الثابت. عملية الكروس برودكت نقطة رقم 3 هي عملية ابدالية. نعم عملية ابدالية. و هنا عندي A زائد B كروس C، نقدر نقول A كروس C زائد B كروس C نفس عملية توزيعية. هاي نقطة رقم 3 و 4 توزيعية اوكي بس مو ابدالية. بس نقطة رقم 5 انه A دوت افتح القوس B كروس C نقدر نكتب A كروس B دوت C. هاي جديدة عليكم، هاي حتى بالثانية ما اخذنا هاي البروبرتي. هي ترى اكو انفينيتي من البروبرتيز، كم هائل من خواص الفيكتورز بس مو كليتهم استفاد من يهن. هاي واحدة من خواص الكروس برودكت. عندنا هاي مهمة نقطة رقم 6 A كروس B كروس C.
النتيجة A dot C مضروبة في B ناقص A dot B مضروبة في C، لأن A dot C النتيجة سكالر كمية، فكمية تنضرب ضرب اعتيادي، تنضرب ضرب اعتيادي. ناقص A dot B مضروب في C. هذا كليته خواص الكروس برودكت. هاي خواص كروس برودكت، اخذنا التوتال برودكت واخذنا الكروس برودكت كرياضيات. هسه نجي الى الفيكتور اناليسز او الكوردينيت سيستم، نظام الاحداثي. احنا اذا تذكرون بالثانيه ايش قلت لكم، تقريبا اكو 33 نظام احداثي، بس مو كليته نمشي عليها، اشهرهم والكومن يعني اكثر مستخداماتهن ثلاثه اللي هي الكارتيزيان او الريكتانجولار نسميها، والسلندريكال كوردينيت سيستم والسفيريكال كوردينيت سيستم. ثلاث انظمه احنا نعتمدها بشكل رئيسي. السلندريكال كوردينيت سيستم اوف ذا بوينت بي، اذا عندي النظام اول شيء النظام الكارتيزيان امثله ب اكس واي وزد متفقين عليها. النظام السلندريكال كوردينيت سيستم شلون امثله؟ خلينا نشوف الرسم، هو اهم شيء الرسم عندي يعني. يعني لو بيدي كل شيء ما تحفظون القوانين، اهم شيء تحفظون الرسم. هاي النظام الاسطواني اقدر امثله ب ار نصف القطر الاسطوانه، المفروض فاي كاتبيها ثيتا، الزاويه الافقيه ثيتا، وزت الارتفاع. احنا اتفقنا بالثاني ان فاي هي الزاويه الافقيه وثيتا هي الزاويه العموديه، بس ما يخالف هذا الرسم المشي. اذا R نصف القطر وثيتا الزاوية الأفقية وفاي وزت العفو الارتفاع. هسه أريد إذا تذكرون أريد أحول نقطة من سلندريكال كوردينيت سيستم إلى كارتيزيان أو بالعكس، يعني شلون أطلع قيمة X Y Z؟ الـ X هذا البلد، شوفوا بالرسم هذا المجاور للزاوية وهذا وتر R. إذا شنو هو قيمة X؟ هو R كوساين ثيتا، R الوتر في كوساين ثيتا يعطيني المجاور اللي هو X. زين ال Y منو؟ هذا ال Y المقابل للزاوية نفس اللون الأخضر، نفس الشيء اللي حطه الناعي، هذا ال Y، فهذا المقابل هو R ساين ثيتا. ويبقى شنو الزد؟ نفسي الزد الارتفاع ما نتلاعب به. اذا سهل هذا القوانين من الرسم اقدر اطلعها. بالعكس اريد السلندريكال من الكارتيزيان، الوتر هو شو يساوي؟ x سكوير زائد y سكوير يعطيني r سكوير، والزاويه ثيتا هي تان انفيرس العمودي y على الافقي x، والزت نفس الشيء. اذا كل شيء ما حفظت، اذا تذكرون العام احاول انه احفظ من الرسم، لان عقلي ما يستوعب انه احفظ كم هائل. صدقوني انت من بدايه السنه لنهايه السنه انت تاخذ لك من 5000 الى 10000 قانون. لو تحسبوها في محاضراتكم وشوف القوانين، مو ماده واحده، كل المواد. فمستحيل انت كمهندس مستحيل تحفظ اشياء، بس الاشياء المهمه الستاندر هذيك نحفظها. زين هسه حولنا من نقطه الى نقطه اخرى، حولنا النقاط من احداثي الى احداثي اخر. اذا تذكرون
شو نحول الفيكتور؟ هسه حولنا نقطة. لو نفترض أن الفيكتور مكتوب بالكارتيزيان كوردينيت سيستم، A يساوي AX باتجاه الـ X قيمته A sub X، زائدا باتجاه الـ Y قيمته A sub Y، زائدا باتجاه الـ Z قيمته A Z. نريد نحوله إلى cylindrical coordinate system اللي هو باتجاه الـ AR قيمته A sub R، زائدا باتجاه الـ theta قيمته A sub theta، زائدا باتجاه الـ Z قيمته A sub Z. نروح وين؟ إذا تتذكرون المصفوفات اللي عندنا، هاي المصفوفات احنا بوقتنا كنا نحفظها، هسه حاليا شوية دللناكم الـ A sub R. شلون أطلع بس الـ A sub R؟ هذا السطر أضربه في هذا العمود يطلع لي A sub R، A sub theta السطر الثاني في هذا العمود، A sub Z السطر الثالث في هذا العمود. تطلع عندي شو هو؟ تطلع عندي الكومبوننت A sub R، A sub theta، A sub Z. بالعكس مو نفس المصفوفية، نفس المصفوفة بس الإشارات تختلف. هنا كانت إشارة بالماينس ساين ثيتا، هنا صارت هنا على الماينس ساين ثيتا. راح أطلع كومبوننت A sub X، A sub Y، A sub Z. وصوركم كلكم فاهمين هذا الموضوع. نجي إلى السفيريكال كوردينيت سيستم، هذا الشكل مجال أحبه، هذا الشكل عندي كلش مهم. قبل شوية قلت لهم طلاب احنا الكوزميك العالم الكون العلماء يفترضوه عبارة عن كرة، انتم تعتقدون هذا الشيء؟ الكون كليته عبارة عن كرة، هل هذا صحيح؟ نعم، هي فرضية، أصلا هي مو نظرية، هي فرضية أنه يفترضون أن الكون عبارة عن كرة، بس هي بالحقيقة الله أعلم، الله أعلم، لأن الكون حجمه يفوق تصورنا. يقال أنه هو عبارة عن القطر مالته 15 مليار سنة ضوئية، وهذا رقم فلكي بامتياز، والله أعلم هذا الرقم جزء بجد أضعاف مرات. بس آخر تقرير أنا فهمته هو الكون عبارة عن شكل حلقي، يعني شكل تاير مال السيارة بالنص، عبارة عن مغناطيس هائل، هذا المغناطيس هو يسوي كنترول للمجرات. ما أعرف شلون صوروا هذا الشيء، يعني هم ما جاي يشوفون اي شيء، هو النجم ما جاي يقدرون يشوفونه، نجمة واحدة ما جاي يقدرون يشوفوها، مجرد الإضاءة مالتها هاي النجمة يحللون الطيف مالتها ويعرفون انه هاي النجمة هي منين تتكون، شنو نسبة الكربون اكسجين هيدروجين، لان هاي يعرفون الاطياف مالتها وش قد عمرها، هاي اللي جاي يقدرون يسوونه. بس هو كنجم يشوفونه؟ لا مستحيل. نرجع كلامنا، احنا طلعنا على الفلك، يعني الفلك شوية مرات موضوع يثير اهتمام الكل، لان بيئة الغاز محيرة. فالسفيريكال كوردينيت سيستم يعني انا راح دراستي راح تتركز انه اجيب الهواء اخليه بالنص، وهذا الهواء يعتبره نقطة،
وهذا الهواء يدف جميع الاتجاهات، يعني راح يدف على شكل كرة. لذلك دراسة السفيريكال كوردينيت سيستم عندي مهمة. فشوفوا السفيريكال منين يتكون، هاي يعني احنا شارحينه بشكل مفصل بالثاني، بس هنا اهم اركز عليه. مثلا الزاوية فاي، الزاوية فاي اللي هي الزاوية الأفقية، اللي هي نسميها horizontal angle أو نسميها الأزموث أنجل. أزموث أنجل باللغة العربية الفصحى يعني معناها الزاوية السمتية. ليش نقول الطيارة سمتية؟ حركة المروحة حوالينا حركة أفقية. قيمة هاي الزاوية من 0 إلى 360 درجة، من 0 إلى 2 باي كستاندر. وين تقع هاي الزاوية فاي؟ بين الـ X axis، هذا الـ X axis، والخط الأفقي المنقط. هاي الزاوية فاي. إذا كانت الزاوية فاي 0 يعني شنو معناها؟ معناها هذا الخط الأفقي ينطبق على الـ X axis. هاي بالأسبوع القادم من نقول إي بلين و إتش بلين. إذا كانت الزاوية 90 درجة، وين الخط الأفقي ينطبق؟ على الواي أكسس. الصور هذا مستوي، يعني الصور هذا كليته مستوي يتحرك. مرة صفر ينطبق على الإكس زد بلين، ومرة هذا المستوي هاي الورقة جاي أحركها بزاوية 90 درجة، وين تنطبق؟ على المستوى واي زد بلين. مفيدة، كلش مفيدة. يعني لو محاضرة حضورية لازم نشرحها بالتفصيل للمومنت. إذا الزاوية الأفقية horizontal angle الواقعة بين الإكس أكسس والخط الأفقي المنقط. نجي للزاوية العمودية اللي هي ثيتا، اللي هي نسميها elevation angle. elevation angle قيمتها من صفر إلى باي، يعني من صفر إلى 180 درجة. وين تقع؟ تقع بين ال z axis، على ال z axis محور مع ال z axis، وبين الخط أو نصف القطر، المحور مع نصف القطر R. من ال O اللي أوريجين إلى النقطة بي، هذا يمثل الخط هو R. أوكي، فهاي هي زاوية elevation. إذا هسه صارت عندي ثلاث نقاط، فاي وثيتا و R، نصف القطر. أنا عندي هنا أنتنة بالمركز جاي بث وين؟ نحو الفضاء، والستلايت مالتي اللي هو عند النقطة بي. وأروح للستلايت أشوف الرسيفر مال الستلايت إيش قد يستلم إشارة من هذا الأنتنة. أنا جاي أمثل هذا الكون عبارة عن كرة، أو هذا الفضاء عبارة عن كرة، وبنص هذا الفضاء عند الأنتنة مالتي جاي بث. أوكي، فإذا سفيريكال انتو العام بشتو شنو سفيريكال شنو سلندريكال شنو هالقوانين دا وقتنا بيها تتذكرون؟ ادري بقلبكم ايش جاي تحجون، بس تتذكرون الاسئله مالتكم. بس الان احنا جاي نطبق تطبيق عملي. هاي مال اكس واي زد صعبه هاي تطبيقها، يعني انا واقع حال انه عندي سفيريكال اقرب للحقيقه، اقرب للحقيقه. هسه انا من امثل بوستر مال بالبيت بين اكس واي زد مكعب، بس من اريد ابث انتنا ما اقدر اقول اكس واي زد. اكس واي زد ما تعطيني التصور الحقيقي، لان هذا انتنا اعتبره رادار، هذا رادار اختار الدش مالته بزاوية أفقية مثلا 20 درجة، واختار الدش مالته بزاوية عمودية 30 درجة، صعد لي فوق، وهذا يوجه يشوف الهدف وين ويتحرك وياه، يسوي تراكنج تتبع وين ما يروح الهدف، الدش مال الرادار يتبعه.
الاكس واي زد ما تفيدني في حاله، الشيء يفيدني انه ضعف السفيريكال كونتينيوس سيستم، لان الدش جاي يتحرك بزاويه افقيه درجتين، اوكي نحو اليسار، يتحرك نحو الاعلى ب 10 درجات، حركنا 10 درجات، مو هذا كمبيوتر جاي يطير في عازات للدش، يطير عازات للموتورات، فتحرك ليها نحو الاعلى ب 10 درجات. من تتحرك درجتين ب 10 درجات يفهمون ان هذا الهدف وين موقعه بالسماء، فراح يعطيني شنو احداثياته، ايش قد المدى اللي هو ار، بيا زاويه افقيه اللي هي فاي، بيا زاويه عموديه اللي هي ثيتا، قدرنا نحدد الهدف. وحتى هالمرات يقدر يكشف سرعه الهدف. وكل هاي الإمكانية عندنا كانت سابقا، هاي الإمكانية عندنا قبل السقوط، حتى الجيش العراقي عنده اوفر ذا هوريزونتال رادار، ما وراء الأفق عن طريق الموجات السماوية، الرادار يباوع نحو السماء، يبث نحو السماء، تصطدم طبقة الأينوسفير ترجع وين؟ للأرض. فمن تصطدم بالأرض هاي المنطقة راح يكشف شكو منقوب هاي المنطقة. نعم. مو كل الترددات. بس. لا لا بس الاف ام، بس الاف ام تنعكس. هسه انت من تفتح راديو، اذا تفتح اي ام ايش راح تلقى؟ راح تلقى الاذاعات المحليه، والاذاعات المحليه مو كليتها، القريبه على بغداد، بغداد دياله صلاح الدين داير مدايرنا. بس اذا تريد بي بي سي او مونتي كارلو هذا بعيدات، يعني 5000 كيلو تبعد عن بغداد، فرنسا او انجلترا أكثر شوية، فالإشارة ما توصل 5000 كيلو، إحنا حدنا 40 كيلو تتلاشى. وين نستخدم؟ نستخدم تردد الـ FM، الـ FM عن طريق طبقة الأينوسفير راح تنعكس. ترددات الأعلى تصعد UHF مال التلفزيون، تصعد مال الموبايل، مال الإنترنت. لا هاي تخترق الغلاف الجوي. هاي نجيها ان شاء الله بالانتشار. بالانتشار نشرحها بالتفصيل المهم. اوكي؟ زين، اذا هذا الشكل ليش قلت لكم حدود؟ يا دوب اسمه اول شيء ارسم لي ربع رقيه، مو ربع رقيه ها؟ وارسم لي قيمة فاي وثيتا والآر. شوفوا التحويلات، أنا يعني دائما أقول لكم لا تحبون. طلعنا إكس هي آر ساين ثيتا كوساين فاي، والواي هي آر ساين ثيتا ساين الفاي، والزد آر كوساين فاي كوساين ثيتا. هاي صعبة الحفظ. نرجع نرسم. نرجع نرسم الـ X هاي في الـ وتر في كوساين فاي، أوكي؟ بس هذا الـ وتر هو منين جاي؟ هو من جاي من مسقط الـ R. الـ R إذا سقطناه بشكل أفقي هو عبارة عن R ساين ثيتا، إذا سقطناه بشكل عمودي على الـ Z axis هو R كوساين ثيتا، لأن زاوية قريبة على Z axis فيصير كوساين ثيتا، والضلع البعيد اللي هو الأفقي R ساين ثيتا، هذا الوتر. فهذا الوتر اللي هو R ساين ثيتا في كوساين الفاي تطلع لي X، الواي هي شنو؟ ساين الفاي في R ساين ثيتا في الوتر، المقابل هو ساين الزاوية في الوتر.
طلعت قيمة X، طلعت قيمة Y، والزيت هنا هي R كوساين الثيتا من الرسم. أنت كإنجينير هالشكل تفسر. يعني الأساتذة اللي بيدرسونه كانوا يضحكون علينا إنه بنستخدم الحاسب نطلع كوساين، نطلع لين، نقارن. هو قبل على الصبورين يكتب لي رقم تقريبي، لو قارتم رقم معين يساوي كذا وكذا. احنا نتفاجأ، يعني شنو هذا حافظ هنا الارقام؟ يقول لا، بالسبعينات ما كانت اكو كالكوليتر، فقط الغني عنده كالكوليتر كلش قليل، اصلا كانت ممنوعه. عندهم جدول، عن طريق هالجدول يطلع اللوغاريتم، يطلع الكوساين، يطلع الساين. عملية حسابية جدول، فصارت عندهم خبرة، عندهم تصور للرقم اللي يطلع، ما يطلع 100% بس تقريبا. احنا هنا شوية زاد عندنا الخطأ انه استخدمنا الكالكوليتر، فما صار عندنا سنس، تحسس للأرقام اللي تطلع. كوساين 30 هلقد تطلع، كوساين 50 هلقد تطلع. شنو اعتمدنا على التكنولوجيا. فلذلك هسه هذا مثل هذا الشكل ليش اركز عليه؟ يقول لك لا، هذا مهم. بالعكس هسه اريد اطلع قيم ال ار وثيتا وفاي. ار تربيع يساوي لي اكس تربيع زائد واي تربيع زائد زد تربيع، وكوساين فاي هو زد على تحت الجذر، والفاي هو نفسي ثاني انعكاس العمودي على الافقي. هاي اخذناها، تذكروا هاي الحكي كله بالثاني. هسه اريد احول، هاي هيك كنت احول نقاط، نقطه احولها من مقام الى نظام. اذا اريد احول فيكتور الى فيكتور استخدم هاي المصفوفات، تذكروها تذكروها شلون نفس المصفوفه اطلع قيم اي سب ار، الاي سب ثيتا، الاي سب فاي. لينا يعني اليوم كليته أبدا ما أعطيتكم قانون أي شيء تحبونه، هاي كليته للذكرى، عسى أن تنفع الذكرى. أخذنا مواضيع أخرى مثل الفيكتور ديفرنشال أوبريتر اللي هي الجريدينت، الدايفرجنت، والكرول. إذا تتذكروها الثاني واللابلاسيان. شوف القوانين، ملخص للقوانين. الجريدينت مشتقة الأبساي بالنسبة للإكس باتجاه الإكس، مشتقة بالنسبة للواي باتجاه الواي، مشتقة الأبساي بالنسبة للزد باتجاه الزد، والنتيجة فيكتور. الدايفرجنت لا، ناخذ الكومبوننت مال الإكس بالنسبة للإكس، مشتق كومبوننت الواي بالنسبة للواي، مشتق كومبوننت الزد بالنسبة للزد، والنتيجة سكالار. والكرون هو إذا تتذكرونها مصفوفة وتطلع النتيجة، النتيجة فيكتور. اللابلاسيان، اللابلاسيان هي المشتقة الثانية، المشتقة الثانية للأبساي بالنسبة للإكس، المشتقة الثانية للأبساي بالنسبة للواي، المشتقة الثانية للأبساي بالنسبة للزد. هاي شنو نظام السلندريكال كوردينيت سيستم. نجي للسفيريكال ايضا، جريدينت، دايفرجنس، كرول. ولاحظوا هذا القانون الاخير، هذا كلش مهم. هذا نستخدمه عندنا بالايام القادمه. ليش؟ جاي نسوي لكم ريفيو لان بعض القوانين محتاجه. طبعا هو هذا القانون ايضا يحتاج لاشتقاق الصفحه يلا نوصل للنتيجه، مو دايركت موجود. لابلاسيان دول سكوير الاي، شوف هذا لابلاسيان دول سكوير الاي بالسفيريكال كوردينيت سيستم كم سطر؟ 1 2 3 4 5 6. اي طالب يلتزم او نعاقبه شويه نقول له احفظ هذا القانون. خوش
احنا بوقتنا طبعا هذا ما مطالبين به، بوقتنا هاي القوانين السابقة كلياتنا نحفظها، بس العام احنا ما طالبناكم. يعني انا ما اشوف جدوى انه اعاقب الطالب واقول له احفظ لي هذا القانون. يعني انتم ايش تصورون؟ يكفيكم يوم واحد تحفظون هذا القانون؟ ما اصور، حتى لو اعطيكم اسبوع كامل ما تحفظونه. وشنو الغاية يعني؟ أنا ما أريد أدوخ دماغكم بشيء ما يفيدكم. 6 أسطر حتى نحفظ لي دور سكوير الأي في السفيريكال كوردينيس سيستم. وليش؟ بس مجرد نتعلم شلون نطبق القانون وهو الأهم. تمام دكتور، إن يعني شاء هسه الله بس انه إن شاء الله غدا نكمل الستاتيك. لما بلشنا بالالكترومغناطيك فيلدز، بالثاني اخذنا ستاتيك، بالثالث ان شاء الله راح ناخذ الدايناميك اللي هو تايم فيرينج، متغير مع الزمن. احنا كل اللي اشتغلناه هسه هاي دايناميك فيلدز، كل اللي اشتغلناه بلحظه معينه، لحظه زمنيه معينه. هسه لا، راح نشتغل تايم فيرينج بالثالث. يعني شوف تكمله، هذا منهج شيء مكمل شيء. يعني اتصور عن الابلاسيان يمكن ما اخذناها العام، تذكرون اخذناها ولا لا؟ في شوف هي هاي المشكله، يعني لا يعني توقع على الطالب. يعني خلوا ببالكم انتم هاي صار سنتين طالبيكم اوبر مخدره. انت مهندس مو تاريخ وجغرافيا وهاي كليات العلوم، انت مهندس لازم تقرا والعشا خباز، لازم تقرا وتركض ورا 4 سنوات يتغير العلم، يصير تحديث بالعلم، وال10 سنوات يصير تحديث اكثر بالعلم. جاي يشوفون العلم كل يوم يتطور بشكل كل يوم، وبالخصوص مهندس الكهرباء. يعني انا ما شفت المدني تغيرات، ما شفت أي تغيرات. يمكن 20 سنة التغيرات البسيطة عندهم، مجرد التكنولوجيا مالتنا دخلت تطور المناهج مالتهم. بس إحنا بالكهرباء الاتصالات تغير مو طبيعي، بالحاسبات تغير سريع جدا. فهي هاي الضريبة اللي يدفعها مهندس الكهرباء، لازم يركض طول عمره. أنا ما أريد أروجكم خاف الضجون لما أقول لكم أقرب، بس هي هاي الحقيقة. لازم